بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحضيرات عادية، احنا انتظرنا مقابلة، يعني الآن دخلنا في مرحلة يعني وين المقابلات اللي خاصة اللي في ميداننا ما لازمش نضيعوا النقاط. يعني الحمد لله اللاعبين راهم واعيين، راني نلاحظ أن اللاعبين تاعنا راهم واعيين، راهم مركزين جيدا وعلى بالهم المسؤولية اللي راهي تستنى فيهم إن شاء الله. صحيح انه المباراه الماضيه يعني مع الرايد بن عكنون كنا قادرين نعودوا على الاقل بنقطه، يعني كي تشوف معطيات المقابله وين ضيعنا احنا الفرص تاعنا كانت اسهل من الفرص اللي كانت عند الرايد، لكن واش نقول لك كان شويه نقص في التركيز، لكن الاداء على العموم كان يبشر بالخير ان شاء الله. الفريق تاعنا راه في تحسن، نتمنى ان شاء الله ندارك ان شاء الله بالمقابله الجايه، ان شاء الله عندنا فرصه انه مبارتين في ميداننا، ان شاء الله نتمنى ان ندارك ان شاء الله ونضمن 6 نقاط هذه اللي رايحين تخرجنا من المرتبه اللي رانا فيها ان شاء الله. نفسوا شويه ان شاء الله. صدقني والله مانيش مؤمن، والله ماني قاعد في الفريق هذا، مانيش هنا قدامك صراحه. انا عندي امل كبير 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 ورايحين باذن الله رايحين نضمن البقاء تاعنا باذن الله قبل نهايه الموسم. لا انا واش نقول لهم الانصار، نقول لهم هذا الفريق تاعكم ان شاء الله. الفريق تاعنا محتاج، احنا كطاقم فني ولاعبين محتاجين التشجيع تاعكم، محتاجين الدعم تاعكم. نقول لهم صبروا علينا، يعني نعتذروهم على النتائج هذو، النتيجتين اللي اخيرتين هذه، لكن نوعدوهم ان شاء الله راح نعملوا ان شاء الله يعني اقصى جهد تاعنا باش نخرجوا الفريق تاعنا من الوضعيه اللي راهي فيه. نقول لهم صبروا علينا، وانتم هما راس مالنا، وانتم هما اللي تعطيونا القوه هذيك في المباريات، مثل المباراه الماضيه في بن عكنون وين شفنا تنقل كبير تاع المناصرين. نعتذر لهم مره ثانيه ونقول لهم بلي انتم السند تاعنا، اصبروا على الفريق تاعكم. احنا الهدف تاعنا انا والبقاء ان شاء الله، ماهيش حاجه مستحيله ان شاء الله. ان شاء الله بعد 5-6 مباريات ان شاء الله نكون وصلنا للهدف تاعنا ان شاء الله، بالتعاون تاعكم، بالتشجيع تاعكم، بالمسانده تاعكم ان شاء الله. السلام عليكم، تحية رياضية لكل أنصار وفاق الرياضي لبلدية المسيلة. الحجة الأولى التحضيرات راها تصير عادية، الناس كل حاضرة إن شاء الله، هذه الخطرة ما كان حتى واحد غايب، هذه هي المجموعة كلها. هو اللي قلت لك التحضيرات كل راها كيما تصير دائما منين بدات لافاز روتور وحنا كل حاضرين. كانوا المرة الأولى كان غيابات من طرفها على لي بليسير، ودركا راها الحمد لله والفوا بالونترينمون والفوا بلا شارج، وهذه راها فينا في احسن رواق. هذه ما محتوم علينا بان لازم نربحوا، استنينا هذه الخطره، ما عندناش الاختيار، لازم 3 نقط وماتش بماتش ان شاء الله. نلعبوا ماتش تاع كوب دالجيري، ما شغل كاس هذا اللي باه نقدروا نمنعوا من هذا. ماناش مؤمنين والله، من قدموا هذا اللي انا كون مانيش مامن والله ما نجي، كوراني مريع في دارنا احسن. انصار نقول لك حاجه، انصار راهم يعاونوا لو ماكسيموم سكن، راه الناس منين ما مستاء فريق في الاخر وتلقى معاه ديبلاسيو بزوج كيران بالثلاثه، يعني مشكورين ومانيش عارف كيف ما عارف كيف نقول لهم. هذا واش راه الله. بون السلام عليكم، كيما راك تشوف التحضيرات راهي تجري على قدم وساق ان شاء الله. الجروب راهو كونسيون بلاطاش اللي راهي تسنى فينا، عندنا دو ماتش دوميسيل الفو باراتي لي بوان، وان شاء الله نديرو اليد في اليد، النيه ستاف تكنيك لي سيبورتير لي جوار. خويا نخليو لي 3 بوان هنا كيما يقولوها، انا واحد من الناس كي جيت من دارنا على بالي بلي محال راح نطيح بربي ان شاء الله، باسكو ليكيب هذه عندها كلش، عندها لي مويان، عندها كيما يقولوها لي جوار، غير تسمى ناس لعبه واك فاهم، كانوا مشاكل فلالي ما مشاتش ليكيب. دوك ان شاء الله مع الاداره الجديده هذه نفس جديد دم جديد ان شاء الله، بربي ان شاء الله تحقيق البقاء في اقرب وقت، من جاز اداره جديده كيما يقولوا غيرت امور بزاف، امور اداريه تنظيميه كيما يقولوا، امور رياضيه، والحمد لله احنا رانا نخدموا كيما يقولوها صباح وعشيه ان شاء الله. رانا كونسيون بلاطاشي راهي تسنى فينا،
ومام كما نقولوها سما لي جوار واعيين خويا درجة وعي كبيرة والله كما يقولوها الحمد لله هذا بفضل الزملاء تاعي وفضل المدربين وفضل الانصار ما يخفالكش انا الانتيري تاعي الاول هو ليكيب ومن بعد يجي الانتيري تاع الشتيح راك فاهم ان شاء الله اخويا نزيد نمد مدى بيا انا كنمد الاضافات ولي على الفريق ما توليش غير على اسم شتيح وخلاص يا خويا ان شاء الله يكونوا بقوه في المدرجات ويساندونا يبوسيونا نقدروا نربحوا الماتش في الدقيقه الاولى نقدروا نربحوا في الماتش في الدقيقه 95 خويا يجيو يساندونا بربي ان شاء الله كيما يقولوها نطيحوا النوض سير تيرا با نخليو طروب ولا هنا ان شاء الله بارك الله السلام عليكم بون كيما راكم تشوفوا اليوم رانا في كاع المجموعه جينا كاع انتي كاع راهم كونسونطري باش يحقوا الفوز هذا ونسحقوا السي بوان هذوما باش ننقضوا الفريق هذا ورانا بيان كونسونطري سور لو بلون تكنيك لو بلون فيزيك لو بلون تاكتيك تو لي بلون الحمد لله ان شاء الله فيها خير سي بوان هذو دو ماتش هذو تاع بوفاريك والغايه ان شاء الله نحقوا نتائج ايجابيه ان شاء الله في البلاد كيما يقول لك الفريق كان يلعب على هكا على بالكم على لاكسيسيون وحنا تعرف باش نسلكوا الفريق هذا لازم نديروا له صعوبات وحنا درنا اللي علينا الله غالب راكم شفتوا كيفاش صارت المباراة وكيفاش كانت تجري المباراة احنا درنا الخطورات بزاف وين ما كاش لا ديفيرونس بين وفاق مسيله وبين في تحسن الحمد لله وين الفريق هذا كسب لا كونفيونس اللي برديناها في لالي الحمد لله يعني ما كاش ضغوطات تاع باش زعما بريسيون زعما راح كاع راهم دايرين في روحهم كونفيونس وكاع على بالهم واش الفريق هذا كيفاش راح يكون نطلب منهم الحضور كاع الانصار يعاونونا يساندونا ونقول لهم باللي نفرحوكم ان شاء الله هاد دو ماتش هادو نفرحوكم